بالمناسبة النهاردة في حكم مهم قوي، حكم النهاردة مهم وكاشف اللي احنا بنتكلم عليه طول الوقت. ايه هو؟ الأزرع الإعلامية جماعة الإخوان الإرهابية، الأكاذيب والشائعات اللي بيروجوها دائما ضد البلد. النهاردة كان في محكمة أمن الدولة العليا برئاسة مستشار محمد السعيد الشربيني بتنظر قضية مهمة جدا، الخلية الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية والأزرع بتاعتها. إرهابيين، إرهابي معتز مطر، الإرهابي محمد ناصر، الإرهابي الشريف اسمه إيه؟ الواد عبد الله ده، ولا اسمه الواد عبد الله الشريف؟ عدد من الإرهابيين بتوع جماعة الإخوان الإرهابية اللي هم طول الوقت شغالين تحريض على البلد، تشكيك في الدولة، تشكيك في الدولة، ترويج شائعات، خونة دول قدام حضراتكم النهاردة. صدر عليهم أحكام النهاردة من محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان. الأحكام قالت إيه النهاردة؟ إيه الأحكام؟ ماذا قال سيادة المستشار القاضي الجليل محمد السعيد الشربيني عن هذه المجموعة من الخونة بتوع جماعة الإخوان الإرهابية؟ ماذا قال عن حملات التشكيك التي تستهدف الدولة المصرية؟ ماذا تحدث وقال عن الخونة واللي بيسبوا مصر وشعب مصر؟ تحدث المستشار محمد سعيد الشربيني النهارده في المحكمة بتسجيل صوتي، هنسمع تسجيل صوتي لحكم النهارده وكمان مقدمة للحكم. تحدث سيادة المستشار محمد السعيد الشربيني عن الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية اللي بيروجوا دايما أكاذيب وشائعات تستهدف الدولة المصرية. عايزكم تسمعوا منطق الحكم. للأسف ما كانش في حد حاضر، ما كناش حاضرين للأسف، ولكن لدينا التسجيل الصوتي للحكم الذي صدر اليوم عن مجموعة من خونة والخونة من جماعة الإخوان الإرهابية. اسمعوا كلام مهم قوي ورسالة مهمة جدا وقوية جدا، نسمع لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. إن منصة قضاء مصر قد صدحت مرارا وتكرارا بآية الله في الظالمين وسنة المنتقم الجبار في الباغين الذين رماهم الله بالهلكة وخصهم بالقارعة وقيد آمالهم بسوء الآجال وشتت سعيهم بدناءة الأعمال فأصبحوا هشيما تعبث به ريح عقيم لا نجد فيه إلا نبتا محصودا وباتوا بيننا عبرة كعاد وثمود. إن المتهمين الذين تربوا على أرض مصر الطاهرة قد فغرت لهم الخطيئة أفواهها حتى افترستهم أنياب الخيانة فسبوا مصر وأبناؤها الأبرار المخلصين وخونوا الأمين ليؤمنوا الخائن منهم. إن هؤلاء الأدعياء الكاذبون مكتوب عليهم أن ينفوا في الأرض وأن تمزقهم أفكارهم المشتطة كما يمزق الريح أرجل الجراد فتراهم الآن في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون وكبر مقتا عند الله فعلهم والله حسبنا ونعم الوكيل. لقد شيدوا البرامج لإشاعة الفتنة فكانوا كجنين واراه الليل من سوء الفاحشة لكن الله أبى إلا أن تحق عليهم كلمة العذاب وأن تفضحهم الأرض بين مناكبها وأن تضيق عليهم جوانبها. ولقد أدرك شعب مصر الطاهر الكريم أنهم طلاب أموال لم يؤدوا فيها حقا معلوما ولم يغنوا بها سائلا محروما فغنموها حطاما من حرام. وأخيرا أقول لكل أبناء الوطن أن الله قضى
أن خلف كل غمرة انجلاء وبعد كل شدة انفراجا، وإن شاء الله سوف نحصد ثمار صبرنا ووحدتنا، وعلينا أن نميز معا الخبيث من الطيب، فرابطوا واعملوا لمجد وطنكم وأمتكم، فما خاب من سلك سبيل الله الموطوءة للصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. صدق الله العظيم. وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا، أولا بمعاقبة كل من حمزة سعد أحمد زوبع، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته محمد ناصر، السيد فرج محمد توكل، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام جبريل، عبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن، مصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد، محمد علي محمد أحمد الخطيب، ياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري بالسجن المؤبد. ثانيا بمعاقبة حسين علي أحمد كريم، محمد أنيس محمد الشريف، محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم حركي سيف، محمد عبد النبي فتحي عبده وشهرته محمد المرشدي، رضا السيد أبو الغيث عبد محمد حركي صالح، محمد السيد أحمد أبو هاشم، محمود جمعة خليل عبد الهادي، محمد جمعة خليل عبد الهادي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. ثالثا إدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. رابعا حل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم. خامسا وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضي بها لكل منهم. سادسا إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة 5 سنوات. سابعا مصادرة المضبوطات. ثامنا إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. شكرا لقضاة مصر على الاجلاء، شكرا سيادة المستشار محمد السعيد الشربيني وكل قضاة مصر الاجلاء. الحكم ده اللي صدر النهارده ضد الارهابيين من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية اللي دايما شغالين على التشكيك في الدولة ومؤسساتها وبث الاكاذيب والشائعات. اخبارنا ايه الليله؟